عقول الحكمة، أصدقاء اليوم، أعداء الغد. هذا ما يمكن إطلاقه بالتحديد على أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 52. خطط البكباشي جمال عبد الناصر لثورة يوليو 52 وعاونه 11 ضابط أطلق عليهم لاحقاً أعضاء مجلس قيادة الثورة. بعد نجاح الثورة واختيار عبد الناصر كرئيس للجمهورية، تم حل مجلس قيادة الثورة، ولكن ظل رفقاء عبد الناصر كمعاونين له في الحكم، وتقلدوا جميع المناصب في الدولة من نائب لرئيس الجمهورية لرئيس الوزراء لوزراء في الحكومة. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، سريعا ما دبت الخلافات بينهم، لدرجة أن عند وفاة جمال عبد الناصر لم يظل جانبه من أعضاء مجلس قيادة الثورة إلا 2 فقط، هم حسين الشافعي وأنور السادات. فماذا حدث لأعضاء مجلس قيادة الثورة وكيف كانت النهاية؟ محمد نجيب اتولد في السودان عام 1901، كان يبلغ من العمر 51 عام عند قيام ثورة يوليو 52. تم اختياره رئيسا للجمهورية في 18 يونيو 1953، وبسبب اختلافات في وجهات النظر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة تم عزله وتحديد إقامته في 14 نوفمبر 1954. حكم مصر لمدة عام، توفي في 28 أغسطس 1984 على عمر ناهز 83 عام. جمال عبد الناصر اتولد في مدينة الأسكندرية عام 1918، كان يبلغ من العمر 34 عام عند قيام ثورة يوليو. اختير رئيسا للجمهورية في 25 يونيو 1956، ظل في الحكم حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970. حكم مصر لمدة 14 عام، توفي على عمر ناهز 52 عام. أنور السادات اتولد في قرية ميتا بولكوم عام 1918، اختير رئيسا لمصر بالإنابة في 28 سبتمبر 1970. ظل في الحكم حتى اغتياله في عرض عسكري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. حكم مصر لمدة 11 عام، اختيل في 6 أكتوبر عام 1981، وكان عمره 62 عام. عبد الحكيم عامر اتولد في قرية أسطال مركز سمنلوط عام 1919، كان يبلغ من العمر 33 عام عند قيام ثورة يوليو. في عام 1953 تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، ظل في منصبه حتى نكسة يونيو عام 1967. بعدها أعفاه الرئيس جمال عبد الناصر من المنصب على إثر النكسة. حاول بعدها الانقلاب على جمال عبد الناصر ولكنه فشل. توفي في 13 سبتمبر عام 1967 عن عمر ناهز 47 عام. زكريا محي الدين اتولد في كفر الشكر عام 1918، ينسب له تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عين رئيسا للوزراء ونائب لرئيس الجمهورية. أسند إليه الرئيس جمال عبد الناصر منصب رئيس الجمهورية بعد نكسة يونيو 67، ولكن خرجت الجماهير لتنادي بعودة عبد الناصر فلم يمارس عمله كرئيس للجمهورية. استقال من منصبه وقرر اعتزال العمل السياسي في مارس عام 1968 اعتراضا على أخطاء سياسية واقتصادية وخلل في الجيش. توفي في 15 مايو 2012 عن عمر ناهز 94 عام. جمال سالم اتولد في السودان عام 1918، شغل العديد من المناصب بعد قيام الثورة، منها وزير المواصلات، وزير الإصلاح الزراعي، ورأس محكمة الثورة. توفي في عام 1968 عن عمر ناهز 50 عام، مصابا بمرض السرطان. صلاح سالم اتولد في السودان عام 1920، كان يبلغ من العمر 32 عام عند قيام ثورة يوليو. تولى وزارة الإرشاد القومي،
ورأس تحرير جريدة الجمهورية، حدثت قطيعة بينه وبين جمال عبد الناصر بسبب اختلافات في وجهات النظر. توفي في 18 فبراير 1962 عن عمر ناهز 41 عام مصابا بمرض السرطان. حسين الشافعي اتولد في مدينة طنطا عام 1918، تولى منصب وزير الحربية وتم تعيينه نائب لرئيس الجمهورية عام 1963. ظل في المنصب حتى عام 1975 وخرج من المنصب بدون إقالة أو استقالة. توفي في 18 نوفمبر 2005 عن عمر ناهز 87 عام. حسن إبراهيم اتولد في مدينة الإسكندرية عام 1917، كان يبلغ من العمر 35 عام عند اندلاع ثورة يوليو. تولى حسن العديد من المناصب، منها رئيس المؤسسة الاقتصادية وعضو المجلس الرئاسي ونائب لرئيس الجمهورية. قدم استقالته واعتزل الحياة السياسية عام 1966 بسبب تجاهل عبد الناصر له كما ذكر في نص استقالته. توفي عام 1990 عن عمر ناهز 73 عام. عبد اللطيف البغدادي اتولد في مدينة المنصورة عام 1917، انتخب كأول رئيس لمجلس الأمة بعد الثورة. شغل بعدها العديد من المناصب، منها نائب لرئيس الجمهورية. قدم استقالته واعتزل الحياة السياسية عام 1964 احتجاجا على عدم قيام مجلس الرئاسة بمسؤولياته كقيادة جمعية. توفي في 8 يناير 1999 عن عمر ناهز 81 عام. جمال الدين حسين اتولد في مدينة بنها عام 1921، كان عمره 32 عام عند قيام ثورة يوليو. عين وزيرا للتعليم وعين رئيس لمجلس الوزراء ونائب لرئيس الجمهورية. قدم استقالته من المجلس الرئاسي في عام 1964 اعتراضا على انفراد جمال عبد الناصر بالسلطة. تم تحديد إقامته عام 1965. توفي في 19 يونيو 1999 على عمر ناهز 78 عام. خالد محي الدين اتولد في كفر شكر عام 1922، كان عمره 30 سنة عند قيام ثورة يوليو. نشب خلاف بينه وبين جمال عبد الناصر عام 1954 عندما دعا أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى العودة لسكنتهم العسكرية لإفساح مجال لإرساء قواعد حكم ديمقراطي. استقال بعدها من مجلس قيادة الثورة. توفي في 6 مايو 2018 عن عمر ناهز 96 عام.